جلس عرض، أين تقع فلسطين؟ في آسيا. شنو هي الدول اللي دايرة بفلسطين؟ لبنان شمالاً، سوريا والأردن شرقاً، مصر جنوب. شنو هي البحار التي تطل عليها فلسطين؟ البحر الأبيض المتوسط غرباً، البحر الأحمر جنوباً، والبحر الميت شرقاً. كم تبلغ مساحة فلسطين؟ 27,000 كيلومتر مربع تقريباً. ما هي عاصمة فلسطين؟ ماما جاوب هذا السؤال كنعرفه منين كنت في كرشك. غير جاوبة ولدي، باش الوليدات اللي ما عارفينش يعرفوا. عاصمة فلسطين الأبدية هي القدس. أعطيني 5 مدن فلسطينية. غزة، جنين، عكا، حيفا، اللد، رام الله، نابلس، الرملة، الخليل، النصرة. وقلت لك غير 5 ولدي. متى تم احتلال فلسطين من طرف الصهاينة؟ بعد الحرب العالمية الأولى الدولة العثمانية خسرت، والأراضي اللي كانت تابعة لها تفرقت ما بين الإنجليز وفرنسا اللي ربحوا الحرب. الإنجليز دات فلسطين ووعدت بها اليهود. اليهود اللي كانوا واخدين مناصب كبيرة في الدولة الإنجليزية، ولحد الآن بحال اللي زعما فلسطين الفيرما ديالهم. من ثم تقسمت فلسطين لثلاث مناطق، أراضي 48 نسبة للسنة اللي تحتلت فيها فلسطين واللي خدها الحكم الصهاينة، الضفة الغربية اللي حكمها مصر عباس، وقطاع غزة اللي فيه فلسطينيين كيقاوموا وكيدافعوا على الأرض ديالهم، وحكمها حماس، حركة ميم مقاومة ألف والسين الإسلامي، حركة المقاومة الإسلامي. قالوا الشيوخ سيموتون والأطفال سينسون، وها نحن ندون جرائمهم ولن ننسى أبدا ظلمهم، إلى أن نصر جاء أرض فلسطين وقدسنا الشريف. أخيرا أودي، شنو فصيلة الدم ديالك؟ فصيلة الدم ديالي يا فاء. أنا دم فلسطين.